مسرح الشارع وسيلة تثقيفية وتعليمية خرجت منها العديد من العروض الإنسانية التي تمس خلفيات المجتمع وأسس تكوينه، وهو بالتالي رسالة فنية ثقافية بتوليف ارتجالي وأزياء بسيطة ومساحة خيال غير محددة. ولتثقيف الشارع بفن المسرح وأصوله والارتقاء بالوعي الثقافي، استضافت محافظة كركوك الدورة الخامسة للمهرجان الدولي لمسرح الشارع بمشاركة عربية ودولية. هذا المهرجان هو إقامة في محافظة كركوك الدورة الخامسة، خلينا نقول مهرجان الخامس لمسرح الشارع دورة حسين المصري، مشاركين الدول الخمس دول هم كل من سوريا وتونس وأردن وإيران وعراق. هناك عروض 23 عرض مسرحي تقام في مناطق متفرقة من محافظة كركوك وتستغرق المهرجان 3 أيام. وبحسب فنانين فإن مسرح الشارع لعب دورا تفاعليا في استثمار الأماكن المفتوحة بين الشوارع لخلق رسالة فنية ثقافية حققت نجاحات كبيرة ومثلت التجربة صيغ رؤى فلسفية بقالب فني متقن يقرب الجمهور من المسرح. المهرجان الذي تخللته فنون كثيرة أقيم هذه السنة باسم الفنان الراحل حسين المصري، نظم أيضا جلسات خاصة حول أهمية هذا المسرح ودوره في تحريك الشارع ثقافيا وسياسيا واجتماعيا.